المال وسوء الاختيار دمر مشوار هؤلاء الأسود. السلام عليكم خوتي، في هذه الفقرة الإخبارية السريعة، إذا كنت أول مرة تكتشف قناتنا فلتشترك معنا وشجعنا بواحد جيم لنطلق سريعا في سرد الأخبار. قليل من اللاعبين المغاربة الذين أنجبتهم هولندا هم من قدمون أوراق اعتمادهم في مشاركتهم الأولى مع الفريق الوطني، ومنحوا للجمهور المغربي ومده الأمل ليعقد عليهم الأمل والانتظارات الكبرى ليحملوا المشعل ويأزرون بالعرين لسنوات وسنوات. لكن الكثير من هؤلاء أخلف الموعد ولم يكن عند حسن الظن من تفاعل به خيرا، والسبب سقوط ضحية العناد وتفضيل مصالحه الشخصية وسوء مساره الاحترافي مع الأندية مع استسلام كبير لإغراءات المالية. منير الحمداوي، أسامة السعيدي، زكريا الأبيض، إسماعيل العيساوي، يونس مختار، أنور الكالية، ومؤخرا عدنان تغدوينية وميمون ماحية ضحوا بالدولية مبكرا وخانهم حسن الاختيار ليقوموا بأسوأ القرار. ومنهم من لم يقاوم المال والاختار المنفى وانتحر كرويا ليختفي عن الأنظار فجأة ويصبح ذكرى عابرة دون بصمة.